تقييم صفحة 296 كتاب سلاح التلميذ. طلبة الصف الثالث ابتدائي، أبنائي الأعزاء، إزيكم؟ النهاردة يا ولاد هنحل مراجعة عامة على المنهج، صفحة 296 في كتاب سلاح التلميذ. هنا بيقول لي العدد 58368 بيساوي 8368 زائد نقط. هنا العدد 58368 بيساوي 368 زائد نقط. هنا عشان اجيب العدد الناقص بنقص العددين من بعض اطرحهم، يعني اقول 8 ناقص 8 بصفر، و6 ناقص 6 بصفر، 3 ناقص 3 بصفر، 58 ناقص صفر هي ايه 58، يعني يطلع معايا الناتج 58000. او احنا ممكن نكون ايه جزأنا العدد، ممكن تقول انا جزأت العدد اللي عندي ده لمجموع عددين، كتبت 368 زائد 58000، يبقى انا هختار 58000 من الاختيارات اللي عندي. هنا 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 بيساوي 12 في كام؟ عارفين 6 زائد 6 ب 12، و6 زائد 6 ب 12 يعني 12 زائد 12 اللي هي 12 في 2. او ممكن تقول 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 اللي هي 6 في 4 ب 24، وال 24 دي 12 في 2، فانت تكتب هنا 2 في النقط، تختار 2. مفهوم؟ نقط له اربع اضلاع كل ضلعين متقابلين متساويين في الطول، من في الاختيارات؟ ها المستطيل. المستطيل له اربع اضلاع كل ضلعين متقابلين متساويين في الطول. هنا السؤال اللي بعده بيقول 5000 بتساوي نقط 10000. ال 5000 اللي عندي دي 500 الوف يا اولاد، 500 الالوف يعني 5 وجنبها 5 اصفار، 500000، 500 الوف يعني 500000 بتساوي كام؟ 10000. هنقسم العدد ده على 10000، يعني كم اشيل كام صفر؟ 1 2 3 4، 1 2 3 4، فيبقى معاك 50، يبقى 500000 بيساوي 50 عشرات الالاف. هنا ال 6 في 12 بتساوي 6 في نقط زائد 6 في نقط، لاحظ الاول ثابت اهو، ال 6 ثابته، ال 12 بتتفكك لمجموع عددين 6 زائد 6، يبقى انت تكتب هنا ايه؟ 6، يبقى انت تختار 6 واللي فوق هتختار 50. ماشي يا حبيبي؟ تمام. السؤال اللي بعده هنا بيقول لي 100009 وهنا 1900، طبعا 100009 هي الاكبر، 100000 اهيت وايه و9 دي 100009، وهنا 1900 يبقى 100009 هي الاكبر. عدد اضلاع الشكل المقابل ده طبعا يا ولاد مضلع خماسي ليه 5 اضلاع، 1 2 3 4 5، ونلاحظ ان عدد الاضلاع بيساوي عدد الرؤوس فيه. هنا 57 سم بيساوي كام ملي متر؟ من سنتيمتر ملي متر بضرب في 10 فتبقى عندك 570، يبقى دي اجابتها كام؟ 570. مساحه الشكل المقابل بنعد المربعات الموجوده 1 2 3 4 5 6 7، يبقى 7 مربعات. اللتر بيساوي 1000 ملي لتر، اللتر بيساوي 1000 ملي لتر وهو وحده قياس ايه؟ للسعه، اللتر وحده قياس السعه. هنا بيقول لي اكمل ما ياتي بنفس النمط، جاب لي مربع وبعدين ثلاث مربعات وبعدين 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 دول 5، يبقى انت بتزود مربع هنا ومربع هنا، طبعا بيزود في الجنبين يعني هنزود لان هنا كان واحد، جه واحد وواحد عليهم وبعدين اهو الشكل الاصلي هزود عليه واحد وواحد، يبقى انت كل مره هتزود ايه؟ مربع زياده. مفهوم؟ هنزود مربع زياده يا مستر، يعني احنا بنرسمها كده اهو، واحد ودول اتنين، واحد اتنين تلاته الاساسيين اهو، واحد اتنين تلاته وزودنا واحد بره، وده واحد اتنين تلاته يبقى اربعه، واحد اتنين تلاته أربعة، تمام؟ طيب طول الشكل المقابل، الشكل اللي عندي ده بيتقاس بالمسطرة، بنجيب المسطرة يا حبايبي ونقيس، نجيب المسطرة كده بنيجي أيوه نثبت من عند الصفر، بصوا كده يا حبايبي من الصفر أهو لحد إيه؟ الخمسة، شايفين؟ بأي مسطرة معاك بتثبت الصفر الأول هنا، من صفر كام؟ خمسة، يبقى طول الشكل المقابل كام؟ 5 سنتيمتر. السؤال اللي بعده 63 على 7، يعني 7 في كام ب 63؟ ها؟ 7 في إيه؟ في 9، 7 في 9 ب 63. الصفحة اللي بعدها صفحة 297 بيقول لي عوامل العدد 12، ال 12 عبارة عن حاصل ضرب كام في كام؟ 1 في 12 ب 12، و2 في 6 ب 12، وال3 في 4 ب 12، كل دي اسمها عوامل العدد 12. مفهوم؟ طيب يبقى عوامل العدد 12 اللي هي الواحد وال12 وال2 وال6 وال3 وال4. السؤال اللي بعده بدأت مريم في إعداد الطعام الساعة 3 مساء وعندما انتهت كانت الساعة كما في الصورة. الساعة كانت ايه؟ 4 الا تلت. فإن عدد الدقائق التي استغرقتها مريم في إعداد الطعام كم دقيقة؟ من الساعة 3 لحد الساعة 43 دقيقة. هي بدأت 3 تعد الطعام وانتهت الساعة 43 دقيقة، يبقى هي احتاجت 40 دقيقة
في ايه، في اعداد، او الوقت اللي استغرقته في اعداد الطعام 40 دقيقه. نقط ونقط ونقط هو متوازيات اضلاع مين؟ عندي المربع وعندي مين؟ المستطيل وعندي مين؟ المعين. نحفظهم، المربع والمستطيل والمعين هما متوازيات اضلاع. المربع والمستطيل والمعين هي حالات خاصه من متوازي الاضلاع. السؤال اللي بعده، مع سارة 8573 جنيها اشترت تليفونا محمولا، اشترت تليفونا محمولا بمبلغ 5630 جنيها، فكم تبقى معها؟ يبقى انت عشان تجيب الباقي هتطرح، هتقول المبلغ اللي كان معاها اللي هو 8573 ناقص 5630. خلاص يا اولاد، نطرح 3 ناقص 0 هي 3، 7 ناقص 3 يدينا 4، 5 ناقص 6 ما ينفعش، لازم نستلف من اللي جنبها. ال 8 تبقى 7 وال 5 تبقى كام؟ 15 ناقص 6 9، و7 ناقص 5 ب 2، يبقى هي اتبقى معاها 2943 جنيها. السؤال اللي بعده، قطعة أرض مستطيلة الشكل طولها 12 متر وعرضها 3 متر، أوجد محيطها ومساحتها. أنا قطعة الأرض أهي، الطول كان 12 متر والعرض 3 متر، أنا عايز أجيب المحيط والمساحة. هجيب الأول المحيط أقوم جامع الطول زائد العرض وأضرب في 2، تمام؟ يبقى 12 و 3 15، 15 في 2 يعني 15 زائد 15 يديني 30، يبقى المحيط 30 متر. طب المساحة؟ المساحة بنجيبها ازاي؟ بنضرب الطول في العرض، اضرب 12 في 3 يعطيني كام؟ 36 متر مربع، متر مربع، او ممكن اكتب كلمة متر مربع كده، ممكن اقول متر مربع كده، او اعمل ميم وعليها 2، خلاص؟ لو ما انتش عارف دي اعملها كده، متر مربع. طيب اكمل الجدول الاتي. علامات عندنا اهو يا اولاد، العلامات التكراريه طبعا دي 5 عارفينهم، اربع شرط وشرط علامه تبقى دي كام؟ 5، مفهوم؟ وهنا 1 2 3 3 علامات، هنا 5 و1 6، هنا 1 2 3 4، تمام؟ تعالوا نكمل الجدول وننشئ بالنقاط باستخدام البيانات الاتيه. الرسم كان كام اللي هو اول واحده؟ الرسم كان 5، يبقى انت هتعمل كام واحده؟ 1 2 3 4 5، يبقى الاكس بتساوي 1 تلميذ، يعني هتعمل 5 اكسات. اللي بعدها 3 اكسات اللي هو الغناء 3، 1 2 3، مفهوم؟ القراءة 6، 1 2 3 4 5 6، السباحة 4، 1 2 3 4، تمام؟ يبقى انت كده خلصت المسألة، مفهوم؟ يبقى عايزين نركز مع بعض على ايه يا حبايبي؟ المحيط والمساحة، ماشي؟ المحيط المستطيل ما تتلخبطش فيه، الطول زائد العرض كل في 2، يبقى انا بجمع 12 زائد 3 ب 15 في 2 ب 30 متر، دي المحيط. انما المساحه بعمل ايه؟ بجمع الطول زائد العرض، المساحه بضرب الطول في العرض، لكن المحيط بجمع الطول زائد العرض واضرب في 2، يبقى المساحه طلعت معايا هنا بايه؟ 36 متر مربع. كده نكون خلصنا النموذج الاول صفحه 296 و 297 من سلاح التلميذ.